ويسعد اوقاتكم جميعا. اليوم وصفتنا لعشاق الباذنجان، راح اسوي رولات الباذنجان بالصوص وحشوه الدجاج، جدا لذيذه. وغير كذا بسويها بطريقه صحيه، بحيث اننا الباذنجان ما نقلاه، سويته زي ما تشوفون هنا عندي انا مشوي بالقلايه الهوائيه، رشه زيت زيتون وبس، يعني عشان ابيها تكون شوي خفيفه. وبحمص الحين الدجاج المفروم، او اذا حبيتوا لحم مفروم على حسب رغبتكم، مع بصل وثوم وفلفل بارد. وبعدين نبدا نحشي فيها الباذنجان مع شرايح الجبن. بالبدايه بحمص الدجاج المفروم قبل لا اضيف له البصل والثوم والفلفل، بحمسه لين يتغير لونه. بعد ما يتغير لون الدجاج راح نضيف البصل والفلفل ونحمسه. قبل نضيف الثوم نضيف البهارات. نضيف البهارات. بهارات مشكلة وبهار دجاج وفلفل أسود وبابريكا على حسب رغبتكم، وملح طبعا. بعد ما يبدأ يذبل البصل نضيف الثوم كالعادة. الحين راح أضيف الثوم للدجاج المفروم بعد ما ذبل البصل علينا. خلاص حمسه على السريع ونطفي النار، لانه خلاص الدجاج المفروم ما ياخذ وقت ابدا. خلاص الحشوه كذا خلصت عندي، بطفي النار. طبعا ما اضفت لو تلاحظون ولا نقطه زيت نهائيا، علشان نبغاها نخليها صحيه ونراضي الناس الصحيه. هو يعني شيء لذيذ وبنفس الوقت يعني صحي. الحين راح ابدا احشي شرايح الباذنجان ونلفها رولات. بعد ما لفيت الرولات زي ما تشوفون حطيت صوص المكرونة بقاع الصينية، بعدين حطيت شرايح بطاطس مشوية أو مقلية حسب ما تحبون، بس أنا حبيت أني أسويها بالقلاية الهوائية. وبعدين حطيت رولات الباذنجان، وفوق رولات الباذنجان حطيت من صلصة المكرونة. إذا مي متوفر عندكم صلصة المكرونة سووا أي صوص طماطم أنتم تفضلونه. الحين راح أدخله فرن ساخن، لما يبدأ كذا يسخن نضيف له جبنة موتزاريلا إذا حبيتوا عشان تذوب، بس لا تحطون الجبنة في البداية عشان ما تنشف عليكم. هذه الرولات خلصت، بعد ما سخنت الصينية زي ما قلت لكم حطيت الجبنة وطفيت الفرن، خليتها بس على الحرارة تذوب الجبنة. الحين بقدمها وأوريكم إياها. وهذه رولات الباذنجان بالدجاج والجبن، سويناها بطريقة صحية وخفيفة وبنفس الوقت لذيذة. وبالعافية.